ينضم الينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. مرحبا بك دكتور جاسم. اهلا. دكتور جاسم، راقبت ما حصل في تظاهرات وراقبت سير التظاهرات، العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين من قبل القوات الحكومية والميليشيات، ويعني راقبت ما جرى من خطاب لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي. كيف راقبت سير التظاهرات؟ يعني لا شك أننا أمام يعني مظاهرات، يعني هي ربما يمكن أن نقول عنها هي مظاهرات للبحث عن المستقبل أو عن الذات، ذلك لأن غالبية المتظاهرين هم من شباب العراق الذين وجدوا أنفسهم في مرحلة ما بعد 2003، وغالبيتهم ربما هم في العشرينات من العمر. هؤلاء وجدوا أنفسهم أمام حالة غير طبيعية، لا يملكون أي مقوم من مقومات التي تجعلهم يعني متفائلين في النظرة إلى المستقبل، وعليه هم صاروا في حالة من يعني القلق النفسي الذي يدفعهم إلى العمل من أجل التغيير. يعني بالضرورة لم يكن هؤلاء بالضرورة هم يعني ينتمون لأحزاب ويفكرون، بدليل أن المظاهرات حتى الآن لا توجد لها قيادات واضحة. هذا طبعا هذه إشكالية، يعني يفترض أن يكون لكل مظاهرات قيادة، أما هذه المظاهرات حتى اللحظة هي لا كل يوجد. مرة يدخل الصدر على التظاهرات لتفشل التظاهرات، ولكن هذه المرة أيضا البعض يصف بأنه يقول بأنه الصدر هو آخر طوق للعملية، طوق إنقاذ للعملية للتظاهرات هذه الحالية وهذه الانتفاضة. إلى متى ترى ذلك صحيحا؟ لا يوجد طوق للنجاة في العراق. كل المشاركين في العملية السياسية ليسوا أطواقا للنجاة بدليل التجارب. أنا لا يهمني الخطاب، أنا لا يهمني شعارات الإصلاح والتغيير والاقتلاع وغيرها، هذا الكلام كلام استهلك بسبب التجربة. يعني نحن نريد تغييرا حقيقيا مثمرا يقود العراق إلى مرحلة إنتاجية. ما يجري اليوم هو توزيع للتخدير الشعبي بين القوى الحاكمة التي تسمي نفسها تنفيذية، أو القوى التشريعية، أو القوى التي تدعي أنها معارضة. وبالتالي وهذا ما ظهر من خلال إلقاء الكرة في ملعب كل رئاسة من هذه الرئاسات الثلاث. دعني فقط أرحب الكرة في ملعب الجميع. في ملعب الجميع. دعني أرحب بضيفي من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق فتيان الراوي، الذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب من هناك. دكتور، اسمح لي أبدأ معك بالمطالبة الأخيرة التي وردت على لسان الصدر بضرورة استقالة الحكومة بداعي حقن دماء العراقيين، وكأن دماء العراقيين لم تسفك من قبل. ما رأيك في هذه المطالبة لو سمحت؟ الحقيقة تجارب الماضي، بالبداية تحياتي لك ولمشاهدي قناة الرافدين ولضيفك الكريم. تجارب الماضي أثبتت أن الصدر كان في كل مرحلة من المراحل يدخل على التظاهرات لإفشال التظاهرات، وكنا نتذكر عام 1915 حينما اقتحم المتظاهرون مجلس البرلمان ووصلوا إلى المنطقة الخضراء، كان الصدر الأساس ونداء الصدر هو الذي أفشل هذه التظاهرات. ولذلك أنا أعتقد أن الشباب الآن سوف لن يسمعوا لا للصدر ولا لغير الصدر. كما ذكر ضيفك الكريم أن هذا الشباب هو شباب أعمارهم كلها لا تتجاوز 25 عام، خرج هذا الشباب من أجل المطالبة بإرجاع وطن. أكثر من متظاهر ذكر أنه هو لا يبحث عن الغذاء ولا عن الكهرباء ولا عن الماء، وإنما يبحث عن الوطن. أنهم شعروا أنهم فعلا العراق سلب، العراق احتل، العراق تراجع في كل المجالات، ولذلك أصبح يشعر بخطورة الحياة في هذا البلد. أنا أعتقد أن هذه التظاهرات تختلف عن كل التظاهرات السابقة، قسم منها كانت مسيسة وقسم منها كانت إلى أي مدى ترى أن الحل ربما هو حل أمني في كل الاحتجاجات الشعبية؟ يعني تستخدم فقط القوة، يستخدم قوة السلاح، القنابل
ضد المتظاهرين، أكثر من 50 قتيل من المتظاهرين و2000 جريح. إلى أي مدى سيستمر هذا العنف ضد المتظاهرين؟ للأسف عندما تكون السلطة هي لا يهمها مصلحة الشعب، تستخدم القوة المفرطة. والمفروض كان لو كان هناك إحساس بهذا الشعب كان استقبلوا هذه التظاهرات برحابة الصدر، لأن لحد هذه اللحظة لم نرى أي تخريب، أي عملية تخريب. المظاهرات كانت سلمية، المظاهرات كانت تبحث عن حقوق وعن مطالب مشروعة. عد ما يشعر المواطن أنه هو غير آمن في وطنه، غير آمن في بيته، غير آمن في مدينته، بالتأكيد يخرج بمثل هذه التظاهرات. ولذلك القوة المفرطة لن تسكت هذه الجماهير، وأنا أعتقد بالعكس ستتصاعد التظاهرات غدا وبعد غد وفي الأيام المقبلة. نعم، أرجو أن تبقى معنا دكتور فاروق، سنعود إليك بعد قليل. دكتور جاسم، على ذكر موضوع الانتخابات والدعوة ومطالبة الصدر بانتخابات مبكرة ومطالبته أيضا بإشراف أممي على هذه الانتخابات، وكأن الانتخابات السابقة لم تكن بإشراف أممي على الرغم من أن المقاطعة كانت كبيرة وصلت إلى 85% آنذاك، كل هذه المطالبات في أي اتجاه تصب اعتقادكم؟ في احتواء هذه الجماهير الغاضبة أم في البحث عن حل لهذه الأزمة؟ يعني كل هذه الطروحات هي طروحات ترقيعية. من يريد أن يبحث عن حل للقضية العراقية ينبغي أن يوجد شخصية من خارج هؤلاء. اليوم يعني حتى التيار الصدري ربما هو يفكر بالسيد جعفر الصدر، وهو يعني ابن المرجع الشيعي المعروف، وعليه أنا لا أعتقد أن السيد جعفر الصدر هو يعني كان نائبا في الدورة البرلمانية الأولى، هذا هو ربما أفضل خيار موجود في الساحة العراقية، وبالتالي لا يمكن لا للسيد جعفر الصدر ولا لغيره من المحتملين لتولي هذا المنصب أن يكونوا طوق النجاة للحالة العراقية، ذلك لأن القضية قضية مربكة، قضية مركبة التعقيد. من يريد أن يعني ينقذ العراق عليه أن يفكك اللعبة، هؤلاء هم جزء يعني هم المشكلة. اللعبة السياسية في العراق يجب أن تفكك ويعاد ترتيبها وفق يعني أصول حقيقية يقدم فيها القتلة والمجرمين إلى المحاكمة، من يملك قاعدة شعبية يمكن أن يتقدم. اليوم هنالك كذبة الأكثرية والأقلية، هنالك كذبة القوى الحاكمة، يعني تقول لدينا وزارة الدفاع وزارة الداخلية بينما الميليشيات هي الحاكمة، هنالك خداع في مجمل الحالة العراقية. يعني من يريد أن يبني دولة عليه أن يبني دولة بناء حقيقيا. ما يجري اليوم هو بحاجة إلى هدم، هذا الهدم ينبغي أن يكون هدما يعني علميا. نعم. وبالتالي حينها يمكن أن نعيد بناء الدولة العراقية بما يوصلنا إلى 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 نتائج. يعني نعم. على سبيل المثال خطاب السيد عادل عبد المهدي يوم أمس، هو في خطاب لم يستطع أن يضبط الخطاب، بقي يعني العالم يترقب هذا الخطاب لأكثر من 3 ساعات. تخيل أن رئيس الوزراء لا يملك القدرة على ضبط وقته، كيف يمكن لمثل هذا يعني هذه الشخصية أن تفي بالوعود التي تحدث عنها؟ يعني على سبيل المثال هو قال يعني نعطي رواتب ونعطي دور سكنية، تحدث عن إنجازات حكومية. طيب ما قيمة هذه الأمور بالنسبة لرب عائلة قتل ابنه في هذه المظاهرة؟ هو في الأساس التظاهرات لم تخرج إلا لأن الأوضاع السيئة، وكل ما يقال وكل ما يقوله هو ما جاء به من كلام هو غير موجود على أرض الواقع. يعني المرجعية ترمي بالكرة في ملعب رئاسات الثلاث، كذلك رئيس الوزراء يرميها في ملعب البرلمان، والبرلمان وهذه الأمور وهذه الحبكة من وجهة نظرك يعني كيف يمكن أن تضبط؟ هل هناك إيقاع ربما إقليمي يتحكم بها؟ الإيقاع الحقيقي هو القانون، المنطق، العقل. يعني مثلا حينما تدعو جهة من الجهات الحكومة، حكومة السيد عادل عبد المهدي، إلى ضبط النفس، هذا كلام جيد. متى يكون هذا الكلام؟ حينما لم تكن
حكومة السيد عادل عبد المهدي أجرمت بحق العراقيين، لكن بعد أن أجرمت حكومة السيد عادل عبد المهدي هنا اختلفت المعادلة. هنا ينبغي المطالبة بمحاكمة السيد عادل عبد المهدي ومن قبله محاكمة نوري مالكي، على اعتبار هذه جرائم لا تسقط بالتقادم. هم أعدموا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على اعتبار أنه قتل 146 مواطنا من الدجيل. لماذا لم تسقط هذه الجريمة وأعدموا رئيسا شرعيا للعراق؟ إذن القضية لا يمكن أن نتصور أن القانون العراقي والحالة العامة في البلاد أن تعفي هؤلاء من الإجرام المرتكب في البلاد. لو كانت الحكومة عاقلة وحكيمة وتملك بعض الهدوء السياسي، يعني أتوقف عند هذا، العقلانية والحكمة والهدوء السياسي لا يبدو واضحا دكتور فاروق للأسف في التعاطي الأمني مع هذه المظاهرات وفي عدد القتلى حتى هذه اللحظة الذي وصل حسب مصادر إلى 50، واليوم هناك حديث عن عدد كبير من القتلى بناء على ما أفادت به مستشفى الكندي وبالإضافة إلى عدد الجرحى. في الحقيقة نحن أمام مشهد يحتاج بالفعل إلى من يتدارك هذه الأزمة بين شعب غاضب من سوء الخدمات والبطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية، وبين حكومة تلقي أو يلقي كل طرف من أطرافها بالكرة في ملعب الآخر. باعتقادكم ما المخرج من هذه الأزمة، وهل سيستطيع الشعب العراقي تحقيق مطالبه؟ في ظل هذه الحكومة وظل هذه المحاصصة الطائفية وظل هذا الدستور لن نرى أي تقدم أو أي حل لمطالب المتظاهرين. إذن المسألة الأساسية هي إسقاط النظام السياسي برمته. التغيير الجوهري الذي يجب أن يحصل هو إسقاط العملية السياسية. دون إسقاط العملية السياسية الموجودة حاليا والتي استخدمت أساليب كثيرة لاستمرارها في السلطة، سواء من خلال التحشيد الطائفي، من خلال الفساد المالي، من خلال التزوير، من خلال الكثير من الأمور. أربع حكومات من أيام الجعفري إلى المالكي إلى حيدر العبادي إلى الآن عادل عبد المهدي، هذه الحكومات للأسف استخدمت أساليب هي غير ديمقراطية وأساليب لا تحقق للمجتمع العراقي أي مطالب. إذن لن تتحقق المطالب في ظل هذه الحكومة. على الجماهير أن تستمر وعلى المظاهرات أن تستمر، وبوجود مثل هذه التظاهرات أعتقد أن الشعب سيستطيع أن يحقق مطالبه. نشكرك شكرا جزيلا من أثينا الدبلوماسية والأكاديمية العراقية الأستاذ فاروق فتيان الراوي، نشكرك شكرا جزيلا. دكتور شكرا. جاسم الراوي، دكتور جاسم الشمري عفوا، إلى أي مدى ترى أن هذه التظاهرات ربما هي سببت خسارة حقيقية للمشروع الطائفي الإيراني؟ هي يعني دعنا من إيران، الموضوع موضوع عراقي، يعني إلى أي مدى يعني هذا الدولة، ولكن الإيرانيون داخلون يعني بالعمق في العراق وهم هذا كلام صحيح يعني، لكن أنا أتحدث عن حالة عراقية قائمة اليوم. الذي يقتل هو عراقي والمقتول هو عراقي. فالقضية قضية نحن أمام يعني بيت يعني يهدم من الداخل. هذه الكارثة، يعني الحكومة لا تنظر إلى المواطن العراقي الثائر على أنه ابن الوطن، هو ليس من داعش وليس من الإرهابيين، وبالتالي كيف يمكن أن نحن نرى شباب العراق يذبحون؟ حقيقة والله شيء مؤلم أنك ترى شباب في عمر الورود يقتلون عبر القناصات وعبر يعني قوة إرهابية بحاجة إلى قوة تضبطها. هذا استهتار، استخفاف ب يعني حياة المواطن العراقي. وبالتالي أنا أتصور أن هذه القوة المفرطة أنا أعتقد ستقود إلى نهاية مأساوية، وبالتالي يعني يتمكنون من تحجيم هذه المظاهرات. يعني أنا يعني أقولها بمرارة، هؤلاء لديهم شرور كبيرة، وهنا يعني يفترض بالمجتمع الدولي أن يتدخل وبالذات الولايات المتحدة من أجل إعادة ترتيب المشهد العراقي. أمريكا هي التي جاءت بهؤلاء،
وأمريكا هي التي قالت نحن يعني أمام ديمقراطية سيتغنى بها الشرق الأوسط، لكنها ديمقراطية مليئة بالدم والإرهاب. شكرا جزيلا لك دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في الأستوديو. شكرا لك دكتور.